مثل ما هو معلوم أن الحد الموصى عدم تجاوزه من الملح يوميا للأشخاص الطبيعيين هو أقل من 2.3 جرام، وهو مقدار يعني تقريبا مقدار ملعقة صغيرة، وهذه الكمية تقلد الأشخاص المصابين بارتفاع الضغط في حال وفي حال المصابين بارتفاع الضغط ينبغي أن تكون أقل من 1.5 جرام يوميا. فالفلفل مثله مثل الثوم والقرفة والكمون والليمون والشبت، جميع هذه الأشياء يمكن أن تستخدم كبديل طبيعي لتقليل استهلاك الملح، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بارتفاع الضغط، وإضافة نكهة يعني نكهة لذيذة للطعام. وعادة الشخص يتناول كمية عالية من الملح من أطعمة غير معدة في المنزل، كالأطعمة المعلبة أو من الوجبات السريعة كالبيتزا والبرجر والبطاطس والمكرونة، وكذلك المخللات والمايونيز وفصات السلطات. فالأفضل التقليل من إضافة الملح للطعام واستبداله بالبدائل الأخرى.